طيب ملابسات بقى اخر بطوله اللي انتوا يعني اسعدتونا بان انتوا ختمتوا بيها السنه، يعني المنافسه فيها كانت عامله ازاي؟ اللقاءات ما بينك او المنافسات بينك وبين الناس، ونفس الكلام بالنسبه لجيلان. يعني جيلان انت بتلعبي رمح، انا فاهم كده مظبوط؟ طيب حلو، ملابسات اخر بطوله بقى بطوله الجمهوريه. لا المنافسات طبعا كانت صعبه ما بيننا وما بين النوادي الثانيه، كان الحمد لله يعني المنافسه كانت قويه بالذات يوم الجمعه عشان المطره وكده، فكان السباق نفسه صعب، الاجواء نفسها صعبه طبعا. والمنافسه ما بيننا وبين اللعيبه طبعا كانت برضو قويه الحمد لله، بس وقدرنا نكسب. اقرب ناس كانوا يعني منافسين ليك كانوا من اي نوادي؟ الزمالك والاولمبي، الاولمبي السكندري. تمام، دول كانوا اقرب منافسين في المية وفي الميتين برضو وفي التتابع برضو. انا كان اقوى ناس بالنسبه لي واحده تانية معايا برضو من الاهلي. طب كويس، يعني العملية في بيتها.